أعيش في عالم لا يراه سواي. عالم بعيد عن عالمكم. وحيدة رغم من حولي، ابتلاني الله. أفعل أشياء لم تكن بإرادتي. أصبحت حملا ثقيلا على والدي، أهملت منذ صغري. إنما بداخلي أشبه بالإزعاج، كل شيء يصدر ضجيجا. أنا غريبة في مدرستي، غريبة بين صديقاتي. لم أجد مكانا يتقبلني أو مجتمع أتكيف معه ويتكيف معي. أبحث عن من يفهمني ويأخذ بيدي. أنا اسمي نورهان حسن، خريجة 2006 جامعة الإسكندرية قسم صوتيات ولغة. جيت الإمارات في 2007 إمارة رأس الخيمة تحديداً. انطلقتي من راك هوسبيتال، قعدت تقريبا 3 سنوات او 4 سنوات هناك. اتعاملت مع دكاتره الانف واذن وحنجره، دكاتره المخ والاعصاب، الاطفال، فكل ده كان مزود بيديني بوشينج لمعرفه اكتر بالنسبه للاطفال. بالظبط. فكان اي طفل مثلا احس ان عنده مشكله في السمع احول دكتور السمعيات، مشكله في التنفس، في اللحميه، فبحوله لدكتور انف واذن وحنجره. عنده احس ان عنده كهرباء زايده بحوله لدكتور المخ والاعصاب. فادوني اكسبيرينس لوحدها. فبعد 3 سنوات فتحت مركز التواصل لمعالجة عيوب النطق والكلام للأطفال.
احنا مركز متخصص لمعالجة اضطرابات عيوب النطق والكلام للأطفال. معظم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم اضطرابات نطق، أطفال الداون سيندروم، أطفال الأوتيزم، الأطفال اللي عندهم الهيرينج لوس ضعف السمع، اللي عندهم ADHD هايبر أكتيفيتي ديز أوردر، كل الأطفال اللي عندهم مشاكل سلوكية أو مشاكل تبع ذوي الاحتياجات الخاصة كلها تبع النطق. فحتى الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم بعض الأصوات عندهم بينطقوها بشكل خاطئ، فبالتالي محتاجين دعم لأخصائي النطق إن هو يعرف إزاي ينطق الصوت بشكل سليم عشان يكتبه بشكل سليم. ده ما يميز المركز في رأس الخيمة، يعني الحمد لله مركز تواصل من أول المراكز اللي تعاملت مع المدارس ببرامج مشتركة مع المدارس. هو جهد كبير ولكن بحس ان هو بيفيد قوي الطفل. يعني دايما اقول ان الجلسات الفرديه ليست هي الحل الامثل فقط للطفل، دايما الجلسات الفرديه هي مكمل لشغل البيت وشغل المدرسه وشغل الجلسات الجماعيه ايضا، لاني بعمل جلسات جماعيه للاطفال، لان في اطفال بيدوكي السيشن رائعه لوحده، تحطيه مثلا مع اطفال اخرى في المدرسه او في البيت ما بيقدرش يعمل نفس الكوميونيكيشن دي، نفس التفاعل. فالجلسات الجماعيه بتعمل فرق كبير في تقدم الاطفال. كمان المدارس سواء حكوميه او خاصه، لما عرفوا نشاط المركز وعرفوا ان احنا بنعمل برامج مشتركه بيننا وبين المعلمين، فدعم كتير قوي الاطفال ذوي الهمم او الاطفال الطبيعيه العاديه اللي عندهم اضطرابات في النطق او صعوبه التعلم. بالنسبة للتواصل بيننا وبين المدارس، يعني مثلا مدرسة بتقولي بطلب منها الخطة الأسبوعية أو الشهرية للطفل، باخد منها الأهداف اللي تخدمني لغويا، يعني مثلا بياخدوا لون أحمر، مثلا بياخدوا طبيعة الحيوانات الفواكه، بشوف إيه الهدف اللي هم حيركزوا عليه ببدأ أدرسه في المركز. فبالتالي اللي الطفل بيدرسه في المركز هو بيدرسه في البيت أو في المدرسة بيدرسه كمان في البيت، فبيكون حلقة مشتركة. يعني مثلا ما اقدرش اديله مثلا هنا حيوانات وهو ياخد في المدرسه فواكه وييجوا في البيت يعلموه الوان، فيكون هو اصلا متشتت، فالتشتت بيكون اكتر. فبالعكس كل ما كان اهداف الطفل قصيره ومحدوده ولكن في فوكس عليها من كل الجهات، طبعا كل ما كان التقدم اسرع والمدة الزمنية في علاج الاضطراب بتقل. يعني لو مثلا بدي الطفل مثلا من 3 لـ6 شهور، لا ممكن يكونوا في 2 أو 4 شهور ماكسيمم. ده عشان توحيد الأهداف، دايما توحيد الأهداف دي بتفرق قوي مع الأطفال. الفئة دي بالذات ما ينفعش تستخدمي معاها أسلوب الحدة أو مثلا اللي انت كتيتشر وهو طفل قدامك، لأن التيتشر والطفل موجودة في المدرسة، لا انت بتنزلي له بالمستوى البدني، يعني انت تكوني تقريبا نفس الطول ونفس الاي تو اي كونتاكت، ما ينفعش تبقي قاعده فوق منه. هو يعني دايما تلاقي مثلا الكرسي، انا حتى الكرسي منزلاه تحت يبقى نفس المستوى، فبيحس ان انت بالامان معاكي. دايما اول جلسات الطفل بياخدها حاجه اسمها جلسه تهيئه نفسيه. جلسه تهيئه نفسيه دي بقعد معاه على الارض، بعرفه بنفسي وببدا مثلا اسجل له فيديو صغير، انا نور وانت محمد، بعرفه انت انا صديقتك مش تيتشر، انا احنا اصحاب، للاطفال اللي هم ممكن بيكونوا مدركين وجودك. لكن الاطفال مش مدركين وجودك زي بعض الاطفال التوحد، بيكون طبعا الاحتواء البدني والنفسي اقوى قوي ليهم. يعني بتكوني بتقعدي معاه مثلا بتدلكي ايده، بتشوفي بعض الحاجات اللي بيحبها في البيت وبتطبقيها كاول جلسه. الام تقول لي بيحب الحيوانات، هاتي له حيوانات عشان يحس بالفاميليار، بيحس بالموضوع مش مفاجئ ليه.
اللي بيميز مركز تواصل ان هو بيتعامل مع المدارس ومع الروضات في تطبيق خطه مشتركه للنهوض بالمستوى العقلي واللغوي للطفل. دي اول نقطه. تاني نقطه، احنا بنعمل حاجه اسمها الجلسات الجماعيه. الجلسات الجماعيه بنجمع اطفال معينه عندهم بعض المشاكل في الثقه في النفس، في مشاكل اجتماعيه بتتحل واحنا قاعدين مع بعض، لان زي ما قلت لك معظم المراكز بتكون الجلسات 1 تو 1 فردي الطفل بس 1 تو 1، لكن احنا كمركز تخصصنا او تعرفنا براس خيمه ان احنا المركز اللي بيعمل الجلسات الجماعيه لدعم الطفل نفسيا، والمركز المتابع للاطفال داخل المدارس. والله احنا خططنا كبيره قوي للمركز، ان احنا ان شاء الله نطور المركز مش بس يكون ذوي احتياجات خاصه او بس تبع النطق واللغه، عايزينه مثلا يكون في علاج طبيعي، إضافة العلاج الطبيعي مهم، العلاج الوظيفي مهم، أخصائيين نفسيين طبعا، كل مكان المركز ضامم أطباء أو تخصصات أكتر، كل مكان داعم للطفل. والله أنا من أول ما جيت البلد وتحديدا في إمارة رأس الخيمة إني أنا ما طلعتش منها ومش ناوية إن شاء الله. إمارة هادية وأمان وتحسي إن هم طبعا شعب متعاون، بتحسيش أبدا إن أنت في غربة، وخصوصا في أي مثلا حاجة للشرطة، في مستشفى دايما سباقين بالخير معروفين. اللي هتستحق مني كلمة شكرا هم أولياء أمور الأطفال. أولياء أمور الأطفال هم أكتر ناس دعموني، أكتر ناس صمموا لنا أكمل مع الأولاد. بكوني أنسة كان في بعض الفترات اللي أنا بوقف فيها عملي كأخصائية نطق، كانوا بيستنوني، كانوا بيقولوا لي إحنا بنستنيكي، إحنا معاكي، إحنا وراكي. فمثلا كان في بعض الأطفال كنت بحس مثلا أنا وصلت لآخر جهدي معاهم، لا انتي هتقدري تكملي اكتر، انتي هتقدري تدينا اكتر. فانا بشكر كل ام فضلت ورا طفلها عشان يوصل الحمد لله المستوى كويس، فضلت ورايا انا اللي انا اكمل في شغلي واعلى في شغلي وقابلكم. أعيش في عالم لا يراه سواي. عالم بعيد عن عالمكم. وحيدة رغم من حولي ابتلاني الله. أفعل أشياء لم تكن بإرادتي. أصبحت حملا ثقيلا على والدي، أهملت منذ صغري. إنما بداخلي أشبه بالإزعاج، كل شيء يصدر ضجيجا. أنا غريبة في مدرستي، غريبة بين صديقاتي. لم أجد مكانا يتقبلني أو مجتمع أتكيف معه ويتكيف معي. أبحث عن من يفهمني ويأخذ بيدي.